مبارك الجوية، مبارك حق كابتن وسام. اليوم اللاعبين ما قصروا الصراحة، يعني أنا يجب أن أشيد باللاعبين اللي قدموا روح قتالية رغم التعب اللي كان موجود على اللاعبين. اليوم احنا نتكلم عن أيوب، نتكلم عن إبراهيم المحترف، نتكلم على محمد علي عبود، جميعهم مصابين. محمد علي عبود يعني لعب خذ إبرة ولعب نزل 20 دقيقة، أيوب نفس الشيء خذ إبرة ولعب نزل 20 دقيقة. شنو السبب؟ لا مصابين، هم مصابين فترة توقف بمباراة ودية انصابوا اثنينهم، عفوا محمد علي عبود مباراة الزوراء انصاب، لكن حبونا يرجعون للفريق، حبونا يعطوني يقدمون شيء للفريق. اللاعبين احنا نتكلم عن اللاعبين يعني الروح القتالية اللي قدموها اليوم رغم الخسارة اشكرهم عليها. اللي يقول ما له تأثير، لا تأثير كبير، فرق ان الجوية يجي ملعبه بساعتين، فرق انك تجي من ملعبك ليني عشر ساعات. شو السبب؟ ما يوم واحد عندك، ما عندك شيء يوم واحد، ما تسمعش تسوي، تصلي الظهر تصلي العصر، ما يمديك يوم واحد ما تقدر تسوي شيء. والله يعني اللي يفهم كرة قدم يفهم، احنا ما نحط عتبنا، لكن احنا جدولنا قبل المباراة اول شيء جدولنا مباراة الزوراء كان نلعب بغداد، راح ودونا الكوت قالوا نرجع بغداد. الجوية احنا جايين بغداد قالوا نروح الكوت، يعني مش معقول، يعني تحدد حدد وجهتك. تبي ناس معينين نفسهم، حدد الوجهة. لا أبا، احنا عارفين الكل عارف، واحد ما يبي يتكلم ما يبي يزعل احد ولا شيء. لكن اذا تبون الناس تشتغل، تبون الناس تعمل، تبون الناس تطور، يعني احنا طلعنا من مرحلة العام لهذه المرحلة والله مش بالساهل. قد قدمنا يعني وقتنا وقتهن. فرق بين الدوري العام والسنة؟ أكو فرق نعم. للأسوء ولا الأحسن؟ نتفق احنا أول شيء تحكيميا نفس الشيء. الدوري العام والسنة؟ تحكيميا نفس الشيء، تحكيميا يعني ما في أي تطور، تحكيميا نفس الحالة، نفس الأغلاط اللي تصير هذه السنة. هو إنسان بالنهاية، قاصد مو بقاصد، ربنا يحاسبه، احنا ما نقدر نحاسبه. تنظيمياً؟ لا والله يحتاج وقت. ممكن رزنامة المنتخب ممكن أثرت على التنظيم، يعني يجب أن نتكلم حق، لكن أيضاً الدوري إنه بدأ متأخر هو سبب هذا الضغط. زميلك وسام رصد أول موسم إلى هنا، والله أتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله أتمنى بالتوفيق المباراة الجاية الآسيوية، لأن هو أخ قبل تجمعنا رياضة، هو أخ عشنا مع بعض فترة طويلة 15 سنة، احنا نلعب نادي السد بالمنتخب الوطني، فأتمنى لك كل التوفيق.